هاي مراجعة للي غطيناه المرة الماضية. عندنا هاي زي ما حكينا هاي الاكسس هون. هاي الاكسس اللي موجود هون والاكسس موجود هون. هلا لاحظوا هذا الخط مش شرط يكون هو نفسه الفيزيكال لينك. اوكي؟ الفيزيكال لينك بس ماسكهم الاثنين ببعض. فيزيكلي يعني المادة الحديدية أو المعدنية أو الإشي. في مكان معين هو أقصر مسافة ما بين هدول الخطين، هي عمودي على هذا وعمودي على هذا، وإذا عملنا الإكسباندينج سيلندر حوالين هذا، رح يمر الإكسباندينج سيلندر رح يصير فيه مس هذا الخط الموجود هون، وفي عندي زاوية. اللي رح نعمله رح نسمي، رح ناخذ التسمية نبدأ فيهم من بيس زيرو ونصير نزيد شوي شوي، رح نعطيهم الإندكس أي، فلكل أكسس من الأكسس رح نعطيه الإندكس أي. هذه مراجعة بس لتبعت المرة الماضية.